البلابل الحلوه وكثير من الاسئله تجيني على لعب البلابل ليش يعضون، هو هذا اللعب مالهم والتسليه مالتهم، العض مالتهم قوي لا تصورون، عض مالهم بسيط لا النقره مالتهم تأذي وتشوفهم هاي هي مستهم ولعبهم وله طبعا اخاف على عين اللي ينقرها. هذا هو الفحل، هاي المتية حبابة ما تعض، بس الفحل هو اللي وكح يكون. هاي ونسه ويا البلابل تكون اليفه، طبعا دول افراح كانوا عندي. هذا الفحل مال عام والنفيه الفقيره اللي هي مال اول كل عام، وان شاء الله هالسنه احصل عندهم على افراح، والافراح مالهم راح تكون اليفات لانه اقدر العب وياهم. ولك شكو 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 شكري، ليش هالوكاحة؟ ما احبك يا ولد. يلا يلا قول لهم باي باي. Yeah.